حقيقة يعني البداية كانت أبكر مما حدث الآن بشكل واضح. هو هناك تحشيد وهناك قصف كان خلال الأشهر الماضية للقواعد، يعني عين الأسد وقاعدة حرير وبعض القواعد أيضا الأخرى، الآن تجاوزت حدود العراق يعني إلى قواعد الأمريكية في سوريا وفي حتى البحر الأبيض المتوسط. اليوم يعني هناك طائرات أطلقت من العراق تستهدف يعني إذا كان مواقع صهيونية في يعني ما يسمى منصة كرش الغازية البترولية، أو حتى يعني حاملات الطائرات أو البوارج الأمريكية. يعني هناك تحدي واضح الحقيقة لمحور ما يسمى محور المقاومة. العراق أو المقاومة العراقية الإسلامية العراقية لها يد طولة في هذه العملية، لذلك أنا أعتقد الأمور مفتوحة أكثر من السابق على احتمالات كبيرة لتصعيد، ليس فقط في قصف، وهذا أشار إليها الحقيقة قيس الخزعلي في مناسبة قريبة سابقة، أنه الأمريكان يقصفون المواقع الإيرانية في سوريا كمباني خالية من المقاتلين، لكنما تأتي إلى العراق تهدر تسفك دماء الحشد الشعبي. إذن هذه معناها لغة تحدي ولغة انتقام وتبييت لثأر لاحق سوف يقع، إن شئنا عاجلا أم آجلا. نعم نعم.